السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وحشتوني بجد، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. تكلمنا في أول 3 حلقات عن قصة الصراع وبرنامج المصارع، الهدف الكبير منه ازاي ان احنا فعلا نقدر نصارع عدونا ونقدر ننتصر ونمشي في طريق الخير. وعايز اقول لكل مسلم، ما ينفعش ان انت تعادي اخوك المسلم، بالعكس ده ايدك في ايده، لان عدونا واحد هو الشيطان، اللي عايز ياخد بايدي وايدك لمعصية ربنا، واللي عايز ياخد بايدي وايدك للنار، ربنا يعافينا وعافيك. فكان لازم احط ايدي في ايدك وطبطب عليك واخدك في حضني واقول لك طريقنا واحد وعدونا واحد، وعايزين نطلع على طريق الجنة ونبعد عن طريق النار، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. تكلمنا في أول 3 حلقات عن قصة الصراع، بدأ الصراع إمتى وبدأ ليه وهيستمر لحد يوم القيامة ليه. وتكلمنا في الحلقة 4 والـ5 عن أعرف عدوك، هنبتدي نصارع الشيطان، لازم نعرف إمكانياته وقدراته، ولازم نعرف مواطن الضعف اللي فيه ومواطن القوة. زي ما أي مصارع في الدنيا بيخش عشان يصارع واحد تاني، فلازم يجيب شرايطه ويقعد يتفرج ويشوف الرجل ده قوي في انهي ناحيه وضعيف في انهي ناحيه، وايه مواطن القوه والضعف، وازاي يقدر يتحصل منه على اكبر قدر من النقاط، وازاي نقدر يتغلب عليه في اسرع وقت في الجوله الاولى او الثانيه، مش لازم يستنى للجوله الـ15. فاحنا عايزين نهزمه من اول جوله بشولدر فيس ودي دي تي ويعني وبقيه الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها، تمام، من اول جوله بالضربه القاضيه ان شاء الله. وكل ده على قدر ايمانك، وقلت لك في الحلقه اللي فاتت على قد ايمانك بفضل الله سبحانه وتعالى، شيطانك هيخاف وعمره ما هيقدر يقرب لك، بل بالعكس هيخاف منك. وده اللي حصل مع ناس كتيرة جدا. هقول لك حديث عجيب جدا رواه أحمد بسند جيد، أن حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليمضي شيطانا، ليمضي شيطانا كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. حافظ ابن كثير بيوضح، بيقول يمضي شيطانه يعني يأخذ بناصيته وإيه ويزله ويقهره، كما يأخذ أحدكم بعيره إذا شرد. تخيل أن المؤمن يعني من آحاد المؤمنين بيقدر أنه يمضي شيطان ويتعبه على قدر إيمانه. فما ظنك بعمر بن الخطاب اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديثين صحيحين في المسند: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. يجي في حديث البخاري يقول له: إيه يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. تمشي في طريق يا عمر، الشيطان يمشي في طريق تاني خالص. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وفي المقابل على قد ذنوبك على قد ما هيتسلط عليك الشيطان. وذكرت لكم القصة اللي ختمنا بيها الدرس اللي فات، ونحكيها بسرعة كده، ان رجل من بني اسرائيل، رجل مؤمن وكويس جدا ورجل نحسبه من المخلصين، في يوم من الايام سمع ان في شجره بتعبد من دون الله، اخذته الحميه لدينه. ومفروض ان كل واحد فينا لما يشوف حاجه غلط تاخده الحميه لدينه، لكن يتصرف في حدود المعقول وفي حدود الادب والذوق اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو نرفع شعار ما باله اقوام، مش اطلع اسب في فلان واشتم في فلان واقدح في فلان واحاول ان انا اسقط فلان. دي مش اخلاق مسلمين، انما اخلاقنا احنا كمسلمين ان لما نشوف خطأ بيني وبين اخويا ونصلح الخطأ، واحنا كلنا بيننا وبين بعض رحم العلم، وان كان الانسان ده مش هيتغير، فاستطيع ان انا انكر المسألة بدون ذكر اسماء، بان انا اعرف الناس الحكم الشرعي الصحيح. وده درس بنتعلمه من حياتنا، ومن قبل ما نتعلمه من حياتنا بنتعلمه من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان الراجل ده لما سمع ان الشجرة دي بتعبد من دون الله، على طول خد الفاس وطلع علشان يقطع الشجرة. قبل الشيطان وقد تمثل في صورة رجل، قال له: انت رايح فين؟ قال له: روح اقطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله. قال له: مش هتقدر تروح تقطعها. قال له: مين اللي يمنعني؟ قال له: أنا. فقام المؤمن ماسك الشيطان، وما عرفش ان هو شيطان، هو شايفه في صورة رجل. واحنا قلنا الشيطان ممكن يتمثل في صورة رجل او كلب اسود او قط اسود او غير ذلك. فالمهم المؤمن مسك الرجل دوت، مسك الشيطان وراح ايه؟ وراح صرعه. جاي يقوم له تاني، راح صرعه مرة تانية. فتحجب الشيطان، قال: لا الراجل ده مش هنقدر عليه. قال له: طب ايه رايك ناخدها كده مع بعض بالسياسه، انت هتستفيد ايه من قطع الشجره دي؟ ايه رايك كل يوم هديك دينارين ذهب وتسريح واقعد في بيتك وما تشتغلش ولا تعمل اي حاجه، وانا اضمن لك كل يوم دينارين، وانا هحاول بنفسي اتصرف في الموضوع ده. قال له: تضمن لي الدينارين؟ قال له: كل يوم يقينا، وادي اول دينارين تحت الحساب اهو. خد الدينارين الذهب ونسي القضيه اللي كان خارج عشانها، وراح البيت وقعد. وبدا الشيطان يبعت له كل يوم دينارين لمده 3 ايام. في اليوم الرابع الشيطان راح منع عنه الدينارين،
وما دفعلوش حاجه. قام الراجل لما لقى الدينارين ما جوش راح ماسك الفاس ورايح عشان يقطع نفس الشجره، فقابله الشيطان في صوره رجل. رايح فين؟ قال له رايح اقطع الشجره. قال له مش هتقدر. قال له لا هقدر، وانت عارف ان انا صرعتك المره اللي فاتت. قال له طب نشوف. دخل الشيطان ضد الرجل المؤمن دوت، فالشيطان هو اللي انتصر على المؤمن. فالمؤمن استغرب، قال له ده انا المره اللي فاتت صرعتك مرتين، ازاي انت صرعتني المره دي؟ قال له لان انت في المره الاولى كنت خارج غضبه لله، اما النهارده انت خارج غضبه عشان الدينارين. فعلى قد ذنوبك فعلا الشيطان هيتسلط عليك. تعالوا نكمل موضوعنا النهارده، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. عايزين نعرف اكتر عن عدونا. اعمار الجن قد ايه يا جماعه؟ يعني الجن والشياطين هيعيشوا قد ايه؟ الحقيقه حتة أعمارهم قد إيه إحنا ما نعرفش، لكن اللي نعرفه يقينا إن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس. لكن في واحد فقط من الجن هو اللي إحنا عارفينه عمره بالتحديد وباللحظة، إزاي؟ اللي هو إبليس، لأن هو طلب من ربنا وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فعرفنا يقينا إن عمر إبليس هيستمر لحد يوم القيامة. ده الوحيد اللي إحنا عرفنا إن عمره هيستمر لحد الوقت ده. أما بقية الجن والشياطين فإحنا ما نعرفش هم هيعيشوا قد إيه وهيموتوا إمتى، لكن في النهاية هل هم هيموتوا؟ اه طبعا هيموتوا، وكل شيء في الكون ده لابد ان هو يكون ليه نهايه. قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. يبقى الجن هيموت وما فيش حد هيبقى في الكون ده كله. ولذا جاء في حديث السور الطويل اللي رواه الطبري، وان كان الحديث ضعيف لكن في روايه في اجزاء من الحديث موجوده في صحيح مسلم، ان في الحديث دوت ان المولى عز وجل يوم القيامه يرسل ملك الموت ليقبض روح جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش، فيقول له اذهب فاقبض روح جبريل، فيذهب ويرجع يقول له من بقي يا ملك الموت؟ يقول بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. يقول له ليموت جبرائيل، يروح يقبض روح جبرائيل عليه السلام، ليموت ميكائيل بلام العظمة بلام الأمر، يروح يموت ميكائيل، ليموت حملة العرش، حملة العرش الذين يحملون العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهل هم حملة العرش اللي بيحملوا عرش الرحمن؟ العرش يحمل بقوة الله وبقدرة الله، وكما ورد في الآية أن وكان عرشه على الماء كما جاء في سورة هود وكان عرشه على الماء. فكما كان العرش على الماء فأمر المولى عز وجل الثمان ملائكة دول أنهم يحملوا العرش، فقالوا لا نستطيع كما جاء في بعض الروايات، قالوا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل بحولي وقوتي وقدرتي. فحمل العرش، وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح وقال أذن لي. وشوف الحديث وشوف العظمة يا أخي العزيز، بعد ما توحد ربنا سبحانه وتعالى وتصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الثمانية اللي حاملين عرش الملك سبحانه وتعالى، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك بقى، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يقول سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. الله أكبر. تخيل في نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خفقان الطير ما بين منكبيه إلى شحمة أذنه 700 عام. تخيل حضرتك 700 سنة خفقان الطير، طير يطير من منكبه إلى شحمة أذنه في 700 سنة. لك أن تتخيل ده ملك واحد عبد من عباد الله يحني جبهته ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما أعظمك. ولك أن تتخيل مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. والكرسي كما قال ابن عباس هي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلا كحلقة ألقيت في فلا. يبقى ما السماوات السبع والأرضين السبع
وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة في الصحراء. ماذا يمثل الخاتم الصحراء؟ ولا شيء. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لطاعة عبد، تلميذ من تلاميذ النبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه وأستاذ البشرية أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هتخيل حضرتك ان مدى العظمة شيء عجيب جدا، شيء فوق الخيال، لا يخطر على قلب بشر. فانت لما بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتسمع كلام ربنا، الكون كله يكون مطيعا لك بفضل الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ولكن بشرط أن نكون طائعين لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الموضوع ونشوف فعلا هل الجن والإنس بيموتوا ولا ما بيموتوش. طبعا بيموتوا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإحنا قلنا في لسه كنا بنكمل في النقطة دي، قلنا يا جماعة أن المولى عز وجل بعد أن يأمر ملك الموت بقبض روح جبرائيل وميكائيل وملك وحملة العرش، ثم يقول من بقي يا ملك الموت؟ فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت فيصبح الكون كله فضاء شاسعا واسعا لا تسمع فيه شيئا. وإذا بمالك الملك وملك الملوك يقبض السماوات بيميني والأرضين بشمالي، ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحان الملك الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع لكم، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عرش مالك الملك وملك الملوك. تخيل أن إبليس اللعين حب أن يضاهي نفسه بالملك سبحانه وتعالى ويعمل لنفسه هو كمان عرش، وبعدين لما المولى عز وجل كان عرشه على الماء فإبليس قال لك وأنا كمان أخلي عرش على الماء. فإبليس فعلا عمل ليه عرش، ولكن سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحديث رواه مسلم أن حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه، الشياطين بتوعه بقى اللي هيخربوا بقى كل حاجة، اللي عايز يوقع فلان ده في الزنا، ويوقع فلان في الربا، ويوقع فلان في إنه طلق زوجته، ويوقع فلان في إنه يسب ويشتم، ويوقع فلان في إنه يأكل لقمة حرام، يبعتهم بقى عشان يعني عياذا بالله يعني يتعبوا الناس ويحاولوا بقدر الإمكان يضعفوا إيمانهم ويعملوا حاجات كتيرة جدا جدا، ويوسوسوا وياخدوا بإيديهم إلى طرق الشر ويزينوا لهم الفحشاء إلى غير ذلك. فيرسلوا سرايا، كل واحد طالع في مأمورية معينة، اللي تقدر تعمله في أي مسلم اعمله، وما عندوش أي حاجة تحجزه. عشان كده بقول لك أخوي وحبيبي، عدوي وعدوك واحد هو الشيطان وأعوانه وذريته. ما ينفعش أنا كمسلم أعاديك وأنت كمسلم تعاديني، ده قدامنا العدو اللي مشغول بينا ليل ونهار وما بينامش أبدا، وليل ونهار عمال يدبر وعمال يجدد ويتفنن في المكائد والأساليب اللي هو يقدر يفتن بها المسلمين. وشو بقى إبليس يعني من قبل سيدنا آدم بقى، واخد بالك، وبعدين لما طرد من الجنة منذ هذه اللحظة إلى وقتنا هذا وهو بيعاصر كل الأمم والأجيال والدول والناس والديانات، وبيعرف إزاي يفتن ده ويعرف إزاي أنه يخش لده ويخش، عنده خبرة طويلة جدا جدا لا تخطر على قلب بشر. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فإبليس بيرسل سراياه، كل واحد يروح يعمل حاجة، وفي آخر اليوم يجتمعوا عند عرش إبليس وكل واحد يقدم التقرير بتاعه. واحد يقول له والله ما تركته حتى زنى، يقول له ما فعلت شيئا، سيتوب ويرجع، يمكن يرجع أحسن من الأول كمان. والتاني ما تركته حتى مثلا شرب الدخان، قال له هيتوب برضه ويرجع زي الفل، ما تركته حتى صنع كذا، حتى لما يجي له آخر واحد ويقول له والله ما تركته، خد بالك، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول نعم أنت، لدرجة أن إبليس هيقوم من على العرش بتاعه احتراما للإبليس الصغير ده، يقولوا نعم أنت اللي فيهم والباقي سلطة، المهم يعني ما فيش حد أحسن منك، واخد بالك، ويروح واخده في حضنه ويقربه منه. ليه؟ لأنه خرب بيت من بيوت المسلمين. خدوا بالكم حبايبي، خراب البيوت مش بالساهل. الشيطان أكتر حاجة بيتمناها في الكون ده كله، خدوا بالكم يا أزواج ويا زوجات،
اكتر حاجة بيتمناها الشيطان انه يخرب بيوت المسلمين. ليه؟ هو الشيطان ما بيفرحش ليه ان المسلم يزني او يشرب خمر او ياكل من الربا او من الحرام، ولكن بيفرح او بتفرقة الاسرة المسلمة، لان الاسرة لها قيمة في الاسلام. من خلال الاسرة دي هنخرج نماذج كاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكالتابعين، نماذج تحمل هم الاسلام. فالاسرة هي اول لبنة من اللبنات التي توضع في جدار الاسلام، هي اللبنة الاساسية اللي من خلالها نقدر نربي جيل يحمل مشعل الهداية للبشرية أجمعين. فالشيطان عايز يدمر الأسر المسلمة عشان ما يبقاش في جيل طالع يحمل هذه الراية، وما فيش حد يحمل مسؤولية الدين ولا يحمل هم الدين، فبيدمر الأسر من أولها. ولذلك سبحان الله انتصر فعلا، ولقد صدق عليهم إبليس ظن فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. بكل أسف يا جماعة، وصلت نسبة الطلاق في بلاد المسلمين ل40%. 40% يعني أكتر من تلت بيوت المسلمين استطاع الشيطان أن يخربها. طب ليه ندي الشيطان الفرصة دي انه يخرب بيوت المسلمين؟ ما اول ما نخش بيتنا نحمي نفسنا ونذكر ربنا سبحانه وتعالى. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم بيته، او اذا دخل الرجل بيته فذكر الله، قال الشيطان الأعواني: لا مبيت لكم الليلة. فإذا دخل فذكر الله عند عشائه، قال الشيطان الأعواني: لا مبيت لكم ولا عشاء. يبقى لا يخش بيتك ولا يأكل في بيتك، يبقى البيت كله مليان ملايكة، فهتلاقي العلاقة طيبة، وتلاقي الود والحنية والرحمة والحنان موجودة بين الأزواج وبعضهم، وبين الزوج وبين أولاده، وبين الأب وأولاده، وبين الأم وأولادها، والأسرة كلها متألفة وما شاء الله. إنما لما يكون الإنسان داخل لا بيذكر ربنا ولا بيصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا بيشغل قرآن في البيت، ولا بيصلي، ولا بيذكر الله، ولا بيعمل أي خير في البيت، ومعلق صور وتماثيل وعامل، سبحان الله بيصبح البيت مرتع للشياطين، ويخش ياكل ما يسميش ربنا، فياكل الشيطان معه ويشاركه في اكله وشربه وفي كل حاجه، يصبح المكان دوت كانه فندق 5 ستارز للشياطين والابليس واعوانه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. ده كان عرش ابليس، عرش ابليس على الماء، كل يوم ما بيفوتش يوم، ما عندوش أجازة، ما عندوش عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندهوش بتدوت عيد العمال ومش عارف عيد إيه، وما عندوش الأعياد دي خالص، هو على طول شغال 24 ساعة. قيل للحسن: هل ينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. يعني هو لو ينام ساعة بس كده إحنا كنا استريحنا. فكان عرش إبليس كل يوم وظيفة إبليس إنه يبعت السرايا دي كلها عشان يفتن المؤمنين، ويرجعوا كل يوم يعملوا له التقرير اليومي. شوف كم ألف وكم مليون شيطان جايين له يوميا، كل واحد بيقدم تقرير هو عمل ايه. ربنا يعافينا ويعافيكم. عشان كده عايزين ننتصر، ودي كانت فكرة برنامج المصارع، ان عدونا واحد ولازم ننتصر، لان هو ده اللي واقف لنا في طريق الجنة. ولو ازحنا الشيطان وقدرنا ننتصر عليه، والانتصار عليه سهل جدا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، بمجرد ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص بينزاح. شيطان الانس بقى اشد النهاردة من شياطين الانس، وكما قال القائل: وقد كنت امرأ من جند ابليس فارتقى الحال بي فصار ابليس من جندي. فلو عاش ابليس من بعد سنين طوال لصار يعني ايه، لصار يرى مني طرائق لا يحسنها من بعدي، يعني هيشوف مني حاجات يمكن هو نفسه ما يعرفش يحسن قدي. ففعلا شيطان الانس النهارده اصبح اشد بكتير من شيطان الجن. شيطان الجن كل اللي بيعمله بيوسوس ويزين، اما شيطان الانس بياخد بايدك الى المعصيه ويعينك ويزين، ويحاول ان هو بقدر الامكان يعني يؤذك على الشر اذى. ربنا يعافينا ويعافيكم من شياطين الانس والجن. تعالوا نشوف مساكن الجن والشياطين، هم ليهم مساكن او ليهم اماكن بيحبوا يقعدوا فيها. حقيقة هم ليهم يعني حوالي 7 اماكن تقريبا، دي اشهر الاماكن اللي ممكن تلاقي فيها الجن والشياطين. ايه هي الاماكن دي؟ نذكرها بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المكان الاولاني، هم بيحبوا يقعدوا في الاماكن الخالية في الصحراوات. أصحاب مزاج بيحبوا الهواء الطلق والحاجات ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إليهم إلى الصحراء ويسمعهم القرآن ويعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى من أول الأماكن اللي هم بيحبوها، أو من بعض الأماكن اللي بيحبوها، بيحبوا الأماكن المفتوحة الصحراوات والأماكن الخالية اللي ما فيهاش ناس ويقعدوا فيها. وتلاقي أماكن كتيرة جدا فيها آثار كده عجيبة جدا، دي آثار ليهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما خد الصحابة ووراهم آثار الجن وآثار نيرانهم كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود. طيب من ضمن الأماكن برضو اللي بيحبوا يقعدوا فيها، بيحبوا يسكنوا الخلاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش يعني الخلاء يعني محتضرة، يعني يحضرها الجن. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هو ذكور الشياطين،
والخبائث هي إناث الشياطين، بيحبوا يخشوا الخلاء. ولذلك اوعى تخش الا لما تخش برجلك الشمال وتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بفضل الله ربنا بيحميك منهم، محدش منهم يقدر يتعرض لك ابدا ولا حتى ينظر اليك بفضل الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث او الحاجه المكان الثالث بيسكنوا الشقوق والجحور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا اخي سبحانك يا ربي، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. بيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبول الرجل في الجحر او في الجحور، فسئل عن ذلك فقال انها مساكن الجن، والجن ايضا تسكن اعطان الابل، الاماكن اللي بتقعد فيها الابل، ولذلك نهى النبي عن الصلاه في اعطان الابل ورخص في الصلاه في مرابض الغنم، لان اعطان الابل دي مساكن الشياطين او مأوى الشياطين. بيكثر تجمع الشياطين في الاماكن اللي يقدروا يعملوا فيها شغل، زي ايه؟ زي الاسواق، يخشوا الاسواق بقى عياذا بالله ويزينوا للانسان انه ياكل حرام ويحلف حرام ويقول والله العظيم ده واقف عليا بخمس جنيه ويقف عليه مثلا بثلاث تعريفه، والله العظيم دي صبحه ولسه نازله حنويه نازله مثلا من اسبوع، ويشتغل بقى في الاسواق عياذا بالله. ولذلك سبحان الله كان الإنسان لما بيذكر ربنا في الأماكن دي كان ليه أجر كبير جدا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء السوق المعروف. لكن يعني ولذلك انت سيدنا سلمان بيقول لأصحابه، بيقول له لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا يكن آخر من يخرج من السوق، لأن الشيطان يحمل رايته، فأول واحد أول واحد يدخل السوق يأتي الشيطان ويصحبه برايته ويظل معه اليوم كله. تخيل واحد لما يكون اليوم كله معاه شيطان، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. من ضمن الأماكن أيضا أنها تبيت في البيوت التي يسكن فيها الناس إذا لم يذكروا الله ولم يقرأوا القرآن، وبخاصة سورة البقرة وعلى وجه الأخص آية الكرسي. وأيضا الشياطين تسكن في أو تجتمع في أماكن أعزكم الله المزابل والقمامات، بتقضي الويك اند في الخرابه يعني بال حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فبيحبوا يقعدوا في الاماكن دي. ايه اللي بيخلي الجن بيحبوا يروحوا اعزكم الله المذابل والقمامات؟ لسبب، لان هم بياخدوا بقايا فضلات طعام الانس بتكون طعام للجن. خد بالك حتى طعام مؤمن الجن بتكون العظم اللي انت بتتركه حضرتك ده اللي بتكون مشفيه ومخلصه خالص، لو ذكرت اسم الله وانت بتاكل اللحمة دي وتركت حتة عظمة، فاذا جاء مؤمن الجن يجد هذه العظمة يجدها اوفر ما كانت لحما فيأكل ويستمتع. من الذي وعدهم بذلك؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل ذا بوعد من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي بقى نخش على الحتة اللي بعدها، طعام الجن وشرابهم، بياكلوا ايه وبيشربوا ايه؟ احنا لازم نعرف اصل خصمك دوت، لازم تعرف متغذي كويس ولا لا، لازم تعرف بقى قوته وصحته عامله ازاي. طعامهم وشرابهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا في حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال لا تستنجوا بالروث، الروث اللي هي الاشياء الفضلات التي تخرج من الحيوانات اعزكم الله، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، العظمه اللي بتبقى من اللحمه ديت، لا تستنجى لا بديت ولا بدي، اللي هو المقصود بقى الاستجمار لما يكون سام في صحراء. فانه زاد اخوانكم من الجن. ايه اخوانكم ده؟ طب ده جن، ما هو في جن مسلم وفي شيطان كافر، فالجن المسلم ده اخويا مش اخويا يعني في البشريه، لكن اخويا المسلم فهو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للانس والجن، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، والعالمين هم الانس والجن والمؤمن والكافر. فالنبي عليه الصلاه، شوف وضح الحديث بيقول ايه، فانه زادوا مش الجن، زادوا اخوانكم من الجن. ولذلك من فطنه المسلم ومن رحمه المسلم انك لما ترفع ايدك بالدعاء وتدعي، يا ريت تدعي بالهدايه لعصاة الانس والجن. الله مش إخوانكم من الجن، ما هو ممكن يبقى جن مسلم وعاصي، ما هوش كافر ويبقى عاصي، فأنت لما بتدعي له ويهتدي في ميزان حسناتك برضه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو إيه اللي خلى النبي عليه السلام كان مشغول بالموضوع ده وكان بيخرج مخصوص للصحراء ويسمعهم القرآن فيؤمنوا بفضل الله ويذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟
تعالوا نكمل الموضوع، ولكن إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنكمل موضوع طعام وشراب الجن، وهل الجن بيتناكح ويتناسى ولا. إني داع فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، نجنا جميعا من مكائد الشيطان، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا.